مشاهدينا، والوقوف على آخر تطورات حادثة هجوم مسلح على قرية البوبالي التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى، ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي. سيادة النائب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيادة النائب. ما الذي جرى بالتحديد في جريمة قرية البوبالي الذي راح ضحيته 8 أشخاص من القرية؟ يعني اللي حدث في هذه المنطقة الآمنة أنه دخول جهات مسلحة بوجود القوات الأمنية وهي الجيش المسيطر على هذه المنطقة وخصوصا هذه القرية، موجودة ودخلوا مسلحين قتلوا عدد من الأبرياء الشباب المنطقة ونسائها، وخطف شخص، ومع الأسف وجدنا أيضا مقتول بعد فترة، يعني بعد وقت قصير لقينا أيضا مقتول اللي خطفهم قبلهم. نضع أكثر من علامة استفهام بأنه اليوم الميليشيات هي من تسيطر على محافظة ديالى، وخصوصا وأنهم يقتلون في وضح النهار ولم يتم إلقاء القبض عليهم، وحتى لم يتم تشخيصهم أو منعهم من ارتكاب الجريمة. وهذه الجريمة هي ليست بالجديدة بل المتجددة، وخصوصا ما شاهدناه في نهر الإمام سابقا، أيضا بوضح النهار قتل ولم يحاسب أحد. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الموضوع أصبح ظاهرة في محافظة ديالى، وندل على شيء يدل على ضعف القوات الأمنية وضعف القوات الاستخباراتية، أو مرغومة على مجبرة القوات الأمنية لا تستطيع أن تمسك أحد من هؤلاء المسلحين لأنه وراه ما وراه من القوات المسلحة أو الميليشيات. نعم، إذا أصاب على اتهام توجه نحو الميليشيات، ولكن أي فصيل من الميليشيات غير معلوم لحد هذه اللحظة. السيد الكريم، يعني احنا من دائما نقول ميليشيات وكنا نتهم جهة أو نقول إرهاب نتهم جهة أخرى، نحن نتكلم على مسلحين دخلوا مجرمين قتلة إلى منطقة ولم يتم إلقاء القبض عليهم، يجب أن نحاسب القوات الأمنية. هذه الجريمة إذا كررت أكثر من مرة وبدون حساب وبدون عقاب، المجرم مجرم بغض النظر عن توجهه أو قومته ومذهبه. لذلك لو تم إلقاء القبض كشفنا الحقائق مثل ما هي، وعرفنا من قام بالعبث بأرواح المواطنين الآمنين في مناطقهم، يعني بيته امرأة في دارها وتقتل، شاب في بيته ويقتل، وقوات أمنية موجودة المفروض توفر له الأمن لن توفر له الأمن ولن تحميه. يعني هذه دليل على أنه فوضى حقيقية، وإحنا اليوم وكأنه تحت رحمة المسلحين والميليشيات المنفردة، متى ما تشاء تقتل ومتى ما تشاء تهدئ الوضع الأمني في ديالى. نعم، طيب يعني لماذا هؤلاء المزارعون وهؤلاء الأبرياء بالتحديد يتم استهدافهم؟ يعني أنا أعتقد هي زرع فتنة في هذه المحافظة أولا، واثنين للسيطرة لتهجير هذه المنطقة والسيطرة على أراضيها الشاسعة، لأن لديهم أراضي شاسعة ووضع اقتصادي لديهم جيد بالنسبة للزراعة والأراضي الموجودة عندهم. فأنا أعتقد هناك مبتغى في إثارة فتنة طائفية وكذلك تهجير هذه المنطقة والسيطرة على أراضيها. طيب ذكرت أن يعني دور الأجهزة الأمنية يعني لم تمسك بالمتهمين أو المجرمين، أين الأجهزة الأمنية من هذه الخروقات المتكررة في محافظة ديالى؟ يعني مع الأسف من شاهدنا اليوم هذه الكارثة وهذه المصيبة الكبيرة التي وقعت على هن، دل على الأمر القوات الأمنية لا يدل إلا على أمرين، أما أمر هم موجودين ومتواطئين أو أنهم ضعفاء لا يستطيعون إلقاء القبض على جهات لكي لا يحاسب من الجهات التي تابع لها هذه المسلحين. طيب يعني باعتباركم نائب عن محافظة ديالى، هل سيتم تسويف القضية بلجنة تحقيقية ولا تصل إلى شيء كما حدثت في الحوادث السابقة والجرائم في أوقات مضت؟ يعني أنا شخصيا طالبت السيد القائد العام للقوات المسلحة بتدخل الشخصي، وحتى أكون صادق مع جنابه قبل قليل كان يتكلم معي مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة لأخذ المعلومات الالتزام بهذا الأمر لكشف الحقائق، هذه واحدة. واثنين، وغدا لدينا جلسة في مجلس النواب سيكون لدينا موقف واضح، وإذا ما حلت هذه الأزمة وانتهت هذه الظاهرة وتم القبض على السلاح المنفرد فلدينا خطوات مسموح بها قانونيا ودستوريا وفق القانون والدستور، وهي المظاهرات أو تدوير القضية ديالى، وإلا ديالى تكون بهذا الوضع المزري أمنيا وحسب المزاج الميليشياوي وحسب المزاج العصابات يقتلون متى يشاءون ويجلسون متى يشاءون، هذا الموضوع مرفوض جملة وتفصيل. طيب سيادة النائب، يعني هل من الإجراءات يمكن اتباعها في محافظة ديالى
وفي أقضية محافظة ديالى من أجل إيقاف مثل هذه الاعتداءات المتكررة كما ذكرت؟ يعني مع الأسف احنا طالبنا ووضعنا كثير من الإجراءات، ومنها هي تسليح المناطق وخصوصا المناطق البعيدة، تسليح أهاليها من خلال اكتسابهم أما القوات الأمنية أو للحشد العشائري، لكن مع الأسف لم تجد هناك إذن صاغي وخصوصا في محافظة ديالى. لذلك نطالب القائد العام للقوات المسلحة أن تكون تسليح أهالي هذه المناطق للحفاظ على أرواحهم بالأقل حتى لا يبحث بس يدافع عن نفسه، لكن ترك الأهالي هذه المحافظة ليلاقوا مصيرهم بنفسهم هذه يعني دل على شيء، دل على ضعف أو انعدام وجود دولة في هذه المحافظة. طيب يعني أستاذ رعد، يعني أعداد الضحايا، هناك من يقول 8، هناك من يقول 9، هل من عدد محدد إلى غاية هذه اللحظة؟ هم 5 رجال وامرأتين، وخطف شاب، هم خطفوا شاب من الشباب، ومع نعم. الأسف وجدناه مقتول، معناته أصبح العدد 8. 8 نعم. يعني لغاية هذه اللحظة لا توجد أي تطورات أخرى في قرية البوبالي؟ لا، ماكو أي تطورات، يعني الناس آمنين، ناس فقراء، ناس لا يستطيعون أن يعملوا شيء، مسلوبين الإرادة، ينتظرون من الحكومة أن تعمل شيء. طيب كإجراء برلماني سيادة النائب، هل من يعني غير التواصل مع القائد العام للقوات المسلحة بالنسبة لهذه القضايا؟ غدا سيطرح الموضوع في جلسة مجلس النواب، وسنتخذ به خطوة باستضافة. يعني أنا شخصياً أنا مع تبديل القائد الأمني في محافظة ديالى، وأن يكون موقف مع القائد الأمني ويحاسب المسؤول على أمني على هذا المنطقة. نشكركم الشكر الجزيل، النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، شكراً جزيلاً لكم.